زادني شوقا إليك. وإذا ما ماسه غصن خلت يحنو عليك، خلت يحنو عليك. إن يكن جسمي تناءى فالحشا باطل لديك، إن يكن جسمي تناءى فالحشا باطل لديك. لست أدري ما الذي حل بي، حل بي من مقلتي. اهلا بكم مشاهدينا في فقره جديده من فقرات الانشاد الديني في رمضان. معانا النهارده موهبه فريده، هي موهبه الشيخ سيد الرفاعي، بيجي مخصوص من مدينه كفر الشيخ عشان يحضر دروس مدرسه الانشاد الديني هنا في القاهره. اهلا بك شيخ سيد وكل سنه طيب. اهلا بحضرتك، الله يخليك. صوتك جميل ما شاء الله، قول لنا يعني ازاي دخلت في المجال ده وازاي ابدعت ونميت موهبتك بالشكل ده؟ هو اول حفله طلعتها خالص حياتي كانت في ثالثه اعدادي في معهد دهب اعدادي الثانوي، وبعد كده بقى تشجيعات من مدرسين وكده لحد ما عرفت ان في مدرسه الانشاد الديني مع الشيخ محمود التهامي جزاه الله خيرا طبعا، لحد ما توصلت كده ولحد ما جيت. دخلت ازاي بقى لمدرسه الانشاد الديني او التحقت بيها ازاي؟ تابعت على الصفحة الرسمية بتاع الشيخ محمود بتاع نقابة المنشدين برضو، لحد ما حجزت ودخلت يعني اشتركت. شايف المدرسة دي أثقلتك ازاي أو ازاي نمت موهبتك أو اتعلمت فيها ايه زيادة؟ أنا الأول كنت ما كنتش واثق من نفسي بصراحة، اللي هو الثقة بتاعتي زادت شوية لما اتقابلت في المدرسة أصلا. لما اتقابلت في المدرسة أصلا وزادت اكتر لما نجحت في الاختبارات. ودي بصراحه يعني ترجعات من الشيخ طه الاسكندراني. ايه ذكرياتك مع اول يوم في مدرسه الانشاد الديني؟ من ناحيه الاختبارات ولا ناحيه الاختبارات واول يوم بقى حضرت فيه واستفدت فيه فعلا بمعلومه جديده في المجال ده او مجال الانشاد. المقامات كان ما كنتش متمكن فيها او ما كنتش اعرف افرق بين المقامات. دلوقتي عرفت بقى الراست من البياتي من الصبا من الحجاز من العجل. طب ما تدينا فكره كده الفرق ما بين المقامات بصوتك او مثلا في مقام اسمه مقام الراست. بيقول ده مقام اسمه الراست. كنا بناخد عليه توشيح اسمه ميلاد طه. ميلاد طه أكرم الأعياد، وهكذا. هل في حد عندك في العيلة أو في الأسرة عنده الموهبة دي؟ هو إعمامي ويعني هي الأصوات موجودة وأخويا برضه موجود، بس اللي هو أنا بس أنت الوحيد اللي قررت أنت تخش المجال ده وتقتحمه بشكل كبير وتدرس فيه وتتعرف على المقامات. طب قولي أنت شايف مستقبلك في مجال الإنشاد الديني أو طموحك فيه إيه؟ هو طموحي إن أنا الإنشاد الديني أصلا بحبه جدا من صغري، من وأنا صغير جدا يعني. كان أبويا كان حاطط ترنات كده على التليفون الإسلاميات وكده، فكنت بحفظها دايما. فزي ما قلت لحضرتك في الأول نميت يعني فضلت ماشي لحد ما وصلت كده. مين من المنشدين والمبتهلين الكبار والعظماء شايف اللي هو ممكن يكون قدوتك أو أنت حابب إن أنت تسير على نهجه؟ الشيخ السيد نقشبندي. تشابه في الاسم برضه، الشيخ سيد رفاعي والشيخ سيد النقشبندي شويه. والشيخ نصر الدين طبار. جميل، الشيخ نصر الدين طبار. ناس كتير يعني. طب حابين نسمع حاجه كده، يعني احنا مرتبطين في رمضان دايما بالشيخ سيد النقشبندي وكمان نصر الدين طبار، تحب تسمعنا ايه من هذه الاناشيد والابتهالات الخاصه بشهر رمضان واحنا في هذا الشهر الفضيل؟ ممكن اقوم بالليل، هي مولاي اني بالك بس هقول الارتجاله اللي في النصي. اقوم بالليل
والأسحار ساجية أدعو وهمس دعائي أدعو وهمس دعائي بالدموع ندي بنور وجهك إني عائد واجل ومن يعوذ بك لن يشقى إلى الأبد. كفايه كده عشان ما تقولش عليك. جميل ما شاء الله عليك شيخ سيد رفاعي. شايف كمان ان الانشاد الديني هنا يعني الشباب الجداد ممكن يكون ليهم كمان نصيب زي الكبار المنشدين القدامى او كده ولا ايه رايك؟ اكيد طبعا اكيد. ازاي ده ممكن يحصل؟ انا من وجهه نظري كل واحد يستخدم صوته احسن. ازاي؟ يعني انا شايف مثلا صوتي كويس او حد شاهد ان انا صوتي كويس اروح انميه، مش اروح استخدمه بقى في الفلاتر وبتاع اللي هو ما اعتمدش على الفلاتر، اللي هو انمي صوتي وادرب صوتي واخش علم المقامات. علم المقامات وعلم الموسيقى وهستفاد اكتر. وشغل المهرجانات هو فيهم ناس والله والله فيهم اصوات حلوه، فيهم اصوات كويسه وشهادتنا شفت شهادات لناس تانية من ناس تانية يعني كبار. هل ليك اناشيد خاصه بيك سواء في الالحان او في الكلمات ولا انت دايما بتعتمد على الاناشيد من التراث او من كبار المنشدين؟ هو انا لسه بعتبر ان انا لسه بتعلم برضه ولسه ما حصلش نصيب ان انا اعمل فيديو كليب خاص بيا يعني. بتمنى لك كل التوفيق. وحابب تقول لنا ايه في النهايه عن مستقبل الانشاد الديني خاصه بالنسبه لك يعني؟ حابب اقول ان الانشاد حياتي صراحة، حياتي بصراحه يعني. بنتمنى لك كل التوفيق الشيخ سيد الرفاعي. بنشكرك شكرا جزيلا وكل سنه وانت طيب، واستمتعنا بصوتك وابتهالاتك واناشيدك الدينيه. مشاهدينا انتظرونا في لقاء اخر مع منشد اخر من مدرسه الانشاد الديني هنا في القاهره. دمتم في رعاية الله وأمنه. شهر الصيام فريضة من صام رمضان جوزي بالجنان مقاما. شهر الصيام فريضة من صام رمضان جوزي بالجنان مقاما. الصوم لي الله قال فصم له، والصوم لي الله قال فصم له. يا عبد واستغفر به الآثام لهلال شهر الصوم كبر في السماء لتهنئ الإسلام بحلوله. والصوم من حسناته بحلوله. والصوم من حسناته تتذكرون آمنا.